القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوجه استدعاء رسميا لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق معه في 19 من الشهر الجاري بشبهة تبييض الأموال. هذه الخطوة تأتي بعد إعلان البنك المركزي تجميد حسابات مصرفية لعشرة أشخاص ضمنهم الغنوشي بأمر قضائي على خلفية التحقيق في قضية جمعية نما تونس. ملف حركة النهضة بات ملف قضائي وقانوني، هو في إطار التصفية القضائية والقانونية بعد أن تمت التصفية السياسية. النهضة فقدت مكانتها في الشارع التونسي، في البرلمان وفي الحكم، في منظومة الحكم المنظومة السياسية، هي تتكبد خسائر فاليوم واليوم هي كذلك تتكبد خسائر قانونية في إطار محاصرتها قضائيا. النهضة لم تعد ملف سياسي بالنسبة للسلطة التونسية، بل أصبحت ملف قضائي وقانوني. في المقابل حركة النهضة تندد بهذه الإجراءات القضائية وتدين ما وصفته بمحاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة. هذا الملف في بعد القضائي يفترض أن يبقى سريا إلى أن تستكمل الأبحاث ويقع التقاطع في بين الأبحاث وتقع التبرئة أو الإدانة، ومن تقع إدانته يتحمل مسؤوليته الشخصية، وإن كان الأمر يتعلق بمجموعة أو حزب فإن المجموعة أو القيادة تتحمل مسؤوليتها وتبعات سياسية للإدانة إذا تأكدت. وتأتي هذه التطورات السياسية بالتزامن مع انطلاق حملات الاستفتاء في الدستورة التي تشارك فيها 26 جمعية و24 حزبا و120 شخصية تونسية. تطورات متسارعة في الملف القضائي لحركة النهضة تأتي قبيل أيام من موعد الاستفتاء وسط توقعات مراقبين بمزيد من التصعيد في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد. سميحة البغانمي، تونس، الميادين.